أزلت الآية في أبو طلحة الأنصاري، فقد كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله ببيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وأدخها عند الله تعالى. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.